كابتن عمر كاستيلو، مبروك تحقيق المركز الخامس بعد ماتش صعب جدا قدام الفريق. تقييمك للمستوى الاهلي في البطوله؟ طبعا الحمد لله. اول حاجه مبروك للفوز بالفرقه والجهاز الفني والاداره والجمهور. ماتش النهارده كان ماتش صعب، بنلعب فرقه محترمه، فرقه الخليج، بطل الدوري السعودي، بنلعب في وسط ارضهم وسط جمهورهم، احترمناهم، اتفرجنا عليهم، فضلنا ازاي نقدر نتفرج على الماتش، ازاي نعرف اخطائهم وازاي النقط ضعف والقوه عندهم. الفرقه على مدار البطوله مشت بخطه ثابته ماتش ورا ماتش، كان عندنا مشاكل بس ان قبل البطوله الناس اللي كانت في المنتخب ما لحقتش تتمرن او ما لحقناش نخش جوه الفرقه، ما كانش في وقت للتحضير كتير للبطوله، بس الحمد لله الفرقه كانت على قدر المسؤوليه في البطوله، والحمد لله دي شخصيه النادي ان احنا في اي ماتش بنخش بنلعب على المكسب. دايما بيتقال ان الفريق الاهلي اغلبهم شباب، بس دي تاني بتشجع على التوالي شايف ان الخبرات دي تقدر تفيدهم في الجاي وتقدر توصلهم. طبعا احنا بقالنا بطولتين، بطوله خدنا رابعه وبطوله خدنا خامس. فكره احنا بيبقى معانا في مجموعه فريق اوروبي، بنحاول احنا نعديه زي السنه فاتت كمان كسبنا بنفيكا، السنه دي ما عرفناش نكسب برشلونه، بس السنه الجايه ان شاء الله هنبقى موجودين هنا بعد نكسب السوبر الافريقي ان شاء الله. هي اكيد بنزيد خبرات بطوله بعد بطوله، فان شاء الله ربنا يكرمنا الفتره الجايه والبطوله الجايه ونقدر نوصل نحقق مركز احسن ان شاء الله. بدايه موسم بطوله افريقيا وبعديها دوري وبعديها دلوقتي كاس العالم وترجعوا دوري تاني وبعدين سوبر مصر، شايف الضغط كبير قوي في 3 شهور ولا ازاي بتقدروا تتعاملوا؟ هو من شهر 9 لشهر 12 كميه ماتشات وكميه بطولات غير طبيعيه، مفيش وقت للراحه لحاجه خالص، مفيش، الناس كلها بنطلع من سفريه لسفريه الماتش الماتش، بس طبعا ده طبيعي ان النادي الاهلي بيلعب بطولات كتير في الموسم، ان هو بيحقق البطولات كتير، فطبيعي ان هو يلعب في كل بطوله وطبيعي ان هو يخش، وده هي دي شخصيه النادي الاهلي، عشان لازم تبقى موجود في النادي لازم تتحمل كل الضغوط دي والمسؤوليات دي كلها.